هذه تعويذة حظ، طالما تحملها معك لا يمكن سحرك مجددا. شكرا يا دعسوقة والقط الأسود، أتمنى لو أمتلك قوة خارقة مثلكما. هاري، لكنها لديك، أنت تسعد الناس. أتمنى لو ألمس قلوبهم. إن الفرح عاطفة مهمة، ربما تكون الأجمل والأصعب في خلقها. هاي باب. اسمع يا باب، قد يكون فيلم البطل الخارق مؤثرا وممتعا، سيبكي الناس ضحكا بمشاهدته، ما رأيك؟ عليك أن تفكر في إيجاد منتج جديد.